فين اقرب جمال لومو؟ اعطيه اعطيه يوسف شوف عليك انا هاد الشوقه اللي شفتي يا السلام عليكم زازلوس اوفردوز مرحبا بكم في قناه لهزاوي فاميلي فيديو جديد مفاجاه جديده المفاجاه ديال اليوم مفاجاه من العيار الثقيل خوتي كما قريتوا في العنوان اليوم غنديروا مفاجاه لولدنا يونس بعدا قبل ما نبداو في التفاصيل ديال الفيديو اخوتي بغيت نقول واحد الحاجه يا ربي امين سهل على اي واحد اخوتي كيتمنى شي حاجه وكيتمنى الخير لراسو لبابو لوليداته لعائلته يا ربي امين سهل على الجميع واللي كيتمنى شي حاجه يا ربي يخليها لهم لحقاش حنا عارفين ان هاد الحاجه اللي غنديروا لولدنا يونس بزاف اخوتي كيتمناوها وبزاف كيتقاتلوا عليها ويا ربي وصلوا ليها يا ربي امين الهدف ديالنا اللي خلانا نشريو هاد الشقه هادي هو نخليوها لولدنا يونس كما كتعرفوا خصنا نضمنوا المستقبل ديالو الا حطينا ليه فلوس في البنكه غطيح القيمه ديالهم من هنا غيكبر كيما يجي فين يكبر يلقى دوك فلوس ما سويش والو راه دابا 40 مليون تحطها في الكونت من دابا 10 سنين ما تقصاوي حتى 10 مليون والله اللهم اخوتي نشريو شقه ونخليوها لي تكبر ها انتم فهمتوا والله يسهل على الجميع المهم غنديروا دابا واحد الجوله تشوفوا الشقه من بعد نعيطوا ليونس نديروا ليه مفاجاه ومن بعد اخوتي غيجيو العائله كامله وغنبنبنوها ونشطوا حيت فرحانين كلشي فرحان اخوتي وغنتغداو هنا وغتزهق كلشي غيكون حاضر مكه كلشي المهم اخوتي يلاه نبداو بعدا الجوله ما ديروش علينا فرحانين والله يسهل على الجميع يلاه نبداو اخوتي ما تنساوش المهم الاخوات كما كتشوفوا ها هو الباب ديال الشقه غير كتدخلوا مباشره كتلقى صالون كيجيك الصالون ابتسام صالون واعر وكاليتي ونحمقني عجبك صراحه الجلسه فيه خطيره خوتي ديال بصح وهذا الصالون هذا ما جاش على الشارع لا ما جاش على الشارع هاد الحاجه عجبتنا صراحه هي حتى اخوتي كنبغيو تكون جالس في الصالون مرتاح مساحة. ما تسمعش الضجيج ديال السيارات وداك الشيء والفراش كما كتشوفوا يا سلام باقي جديد بعدا كما كتشوفوا راه خدينا الشقه مفرشه باش نيت حنا بيوم يكبريوس نبقاو نجيو نرتاحوا فيها نشوفوا مره اي يقول لك شريتوا لي الدار وجايين لي السلام عليكم واللي عجبني اكثر هو البلافون اخوتي مصروع بواحد الطريقه اللي زوينه وهادو راه لقيناهم فيها حتى هما حنا الشقه نوريوها لهم كيما خديناها كيما خديناها ما صنعنا ما صنعنا لها هكا وكيما كتشوفوا هذه كاينه ديال السبيبطات هنايا يا سلام زائد شنو ابتسام البلازما فرحانة كاينة بلازما كبيرة كبيرة راه ما كايناش غير وحدة دابا نوريكم الاخرين اخوتي المهم كيما كتشوفوا كيما قالت ابتسام مع بلازما نايضة فيها واحد الفايت هنايا الله يوفق المغربيات قاتلين اش بالك ابتسام وكاين بحال هاد الديكورات زوينين هادو ديال هاديك الطبلة ياك هادو الطبيلة ديال الطبلة اللي في الصالون يا كيما كتشوفوا حاطين فوقهم هاد العيبات من بعد ابتسام تبقى تبدل في الديزاين وكذا ولكن بعدا الشقة راه ما فيها ما يتعاب فهمت عام ما خاصها والو كامله ما فاتش شي حاجه انا اخوتي واحد الديكور كاين هنايا مع الدخله ديال الباب يا سلام داكشي زوين مأنتك صدفه فراسك ملي غيجي يونس غيقول لي بغيت نسمع الصوت ديال البحر بصح هاني ها تسمعي انت والله انا بصح وي ملي كديري في ودنك ملي كديري في ودنك هاد الصدفه هادي كتسمعي الصوت ديال البحر وي انا متاكد مع غيجي غيقول لك بغيت نسمع الصوت وي اشنو قلتي لي باغي دير بغيت نجرب الصالون بحال اش تجرب هاد الصالون انت شوف 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 يلا سير نشوف اول حاجه بغيت نجرب الصالون في السبرديله يا ولاد عندي يونس ناري طالع بالسبرديله في الصالون ديال دار يونس مشيتي فيها اي 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 اش بان لك في السداده والله الا واعرين ناضين شوف خوتي بحال اش هشام كيجرب الصالون قال لك مباشرة مقابل مع الصالون كاين هذا البيت هذا اللي من المفروض يكون بيت ديال الدراري الصغار ياك ولكن السيدة كانت مفرشاه بهذا الصالون هذا دايرة فيه هذه الكليسة فيها الطبيلة هذه زائد هذا الفراش زائد واحد التلفيزة كما شفتوا هذه واقيلا النمرة 32 هذيك النمرة 32 ماشي واقيلا 32 المهم صغار من هذيك اللي على برا وكما كتشوفوا كاين سبوت ديكور ديالهم بالليل واعر فيهم بزاف ديال الالوان ها انتم كما كتشوفوا يا سلام واو. يعني كما قلت لكم هذا بيت صغير شويه غالبا غيكون ديال الدراري هذا بيت النعاس ديال يونس ويانيس آه. يونس ويانيس
يانيس. هذا واحد الماريو اخوتي، يا سلام. زوين شكل داير، الشكل ديالو بعدا زوين وانيق، داروه في هذا البيت كما قلت لك. هذا يصلح بيت الدراري، هذا بس الدراري. هذا ها نتوما، زائد واحد العيبه كاينه الفوق، يمكن نحطوا فيها الكواش ولا اي حاجه ما محتاجينهاش. تدار الفوق هشام، نحطوه تما، تخش تما، نتهناو منو. معكم العزاوي شلاب. المهم باش ما نتلفوكمش، هنايا كاين الصالون، وتما شنو كاين؟ كاين البيت الصغير اللي وريناكم. وهنا شنو كاين؟ كاين الكوزينه. حتى ساليو نوريهم الكوزينه. وهنا كاين بيت الناس. اش كدير عيشه في بيت الناس ديالنا؟ وبيت نتيستي. واش انت ضروري تجرب لاموسيات؟ وغنجرب كل شيء بنفس الطريقه. بنفس الطريقه. يا رب ابتسام، شوش كيدير؟ شوش كيدير؟ شوف شوش كيدير؟ عطيه لها صح، عطيه عطيه لها صح، عطيه لها صح. ولي ولي ولي، عطيه عطيه. يلا كانت كتفرج في الكاراتي، تعلمت فيك نتايا دابا. المهم اخوتي شوف، خلينا نكملوا. المهم كما كتشوفوا بيت الناس، لقينا فيه هاد اللاموسيه، فيها مضربه، زائد هذيك السدال ولا ما عرفتش كيقول هذا ما عرفت. المهم الخشب ديالها ولا ما عرفت داكشي. الديكور ديالو حتى هو زوين، زائد اخوتي البلافو حتى هو فيه واحد المنظر زوين. كاين لي سبوت ها هما كما كتشوفوا، كيشعلوا بزاف ديال الالوان. كاينه تلفزه صغيره. وخوتي ضروري ضروري الشوا، ضروري الشوا، ضروري الشوا. وكاين واحد البلان عاوتاني اخوتي، اللي هو هذا الماريو هذا. يا سلام، الشكل ديالو بعدا انيق، ماشي بحال دوك الماريوات العاديين. لا لا زوين، انا عجبني الماريو. زوين، جاي مع الديزاين ديال الدار كامله. ياك كنشكرو في الدار، تقول غنبيعوها. وليت كنهضر بحال السماصري، ما لقيتها حتى شحبت. المهم اخوتي كما كتشوفوا، الماريو كاين في بيت الناس، وكاين هنايا واحد البالكون خفيف ظريف. هنا بالكون صغير. وزايا. زايا. السلام. دابا شنو غنوريوه؟ الكوزينه. المهم اخوتي الكوزينه الصراحه كوزينه واعره واعره، راه حمقاتني. غنبداو باول حاجه اللي هي الثلاجه. راسكم الثلاجه عجبتني، وليت كنفكر انني نديها للدار ونجيب هذيك اللي عندنا قبيله. يا ولادك عندك يونس، راهي قالت لك خبرتيها. هذه خوتي كبيره صراحه على ديالنا اللي في الدار لهيه. اي هذه كبيره. علاش قالت نبدلوها؟ زوينه. المهم كما كتشوفوا الكوزينه، البلاكارات ديالها ناضين، مجهزه، ما خاصها حتى حاجه. فران، هذا فران تاع كويزيني. باقي ما جربناهوش، خدام ولا ما خدام مازال. ولكن دابا راه غنطيبوا الغدا وغنشوفوا. اييه المعنات كاين واحد شويه بعدا قادين غرض تنزيدوا الماعن. مازال غنشري الماعن، غنعمرها بالماعن. يا سلام، ماكينه العصير لقيناها هديه. هديه ملي كتاخذ شي حاجه وكتربح معها كادو. شو خوتي الكيسان، هذا داك الكاس القديم ديال كوكا. ديال كوكا وياش الناس اللي عقلوا عليه. دابا كاين مقدم منه عاوتاني، كاين داك الصغير مرسوم فيهم كوكا حمرا. المهم اخوتي كما كتشوفوا، كاين عاوتاني ماكينه ديال الصابون، وهنا كاين طاجين كوكوت. المعنات داك الشيء خفيف، والدار نقيه تبارك الله. مولاتها شحال ما كانتش فيها ولكن نقيه. هنا الفران اخوتي، ميكرو 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 ميكروويف. زائد اخوتي واحد اللعيبات ديال الشاي والقهوه هنايا. يا سلام. المهم الكوزينه واعره، انا حمقاتني الكوزينه صراحه. انا دابا شنو بقى؟ نمشيو نعيطوا ليونس باش نديروا ليه مفاجأة. المهم اخوتي دابا راه هشام ويونس كاينين مورا الباب، هما غيدخلوا دابا وغنشوفوا ردة الفعل ديال يونس. يلا يلا يلا، سرب هشام، سرب هشام. زيد على يونس، بقى ساد عينيك، بقى ساد عينيك. حنا كاينين في دار جديدة. ياك هاد الدار غدور فيها، ومن بعد غنقول لك ديال مين، وغنقول لك واش شريناها ولا كريناها. يلا حل عينيك بعدا تشوف الصالون قدامك. والدار، الدار هي المفاجأة. دابا شوف هاد الصالون اللي قدام، كي جاك؟ واعر. عجبك؟ زوين. شوف غندير انا وياك جولة في الدار، ومن بعد غنقول لك ديال من، واش شريناها ولا كريناها. حيت حنا كل مرة كنمشيو لدار جديدة، كل مرة كنمشيو للفيلا، هادو كنكونوا غير كارينهم. هادي غتعرف شنو بلانها، صافي؟ يلا الدور، يلا الدور، يلا الدور. ورا قلت لك اصاحبي نديرو جوله، ماشي في الصالون. قالت كدور ليا فوق الصالون. اجي يونس اخوتي، فرحان فرحان. شوف الصالون كي جاك الصالون ناضي. زوينه الفكره انك تبقى تجري فيه، داكشي اللي قلتي واعر. زيد جري جريه اخرى تستاهلها ولدي. زيد فرح مع راسك، فرح. عندك تلاح على ماما، عندك عندك. يلا نوريك البيوت الاخرين. يلا يلا شوفوا الكوزينه. قلتها لماما، قلت لها بلا غتشوفها. شنو كتسمع دابا؟ الصوت ديال البحر. ديما فين ما كيشوفها اخوتي كيسمع الصوت ديال البحر. سمعتيه دابا؟ وعندك يجيك القرش. فين دير؟ فين دير؟ واش انت ضروري التخريب؟ ويونس
والحمق وانا مسطي الثلاجه هذه مايمكنش تخبى فيها حتى داك راه جاج غتهرسو وتموت. لا جاب الله اخوتي ما جلسش على هادو، جلس على هادي بلاستيك كي جات الثلاجه ناضيه. هاد قدير فيها الايس كريم ياك الكوزينه كيعجباتك واعره. يا سلام، احسن شعور هو تشوف ولدك فرحان. الله يسهر على الجميع كما قلت في البدايه ديال الفيديو. مالك دابا ناشط؟ مالك تنقز؟ شوف دابا شفتي الدار كامله ياك عجباتك. اجي ابتسام، اجي نقولوا ليه الحقيقه، اجي نقولوا ليه الحقيقه. واش دا يونس مستعد؟ دابا اللي بغيت نقول لك انا وماماك هو ان هاد الشوقه اللي شفتي ديالك. خلاص هو دابا واخا فرحان ولكن راه ما فاهم والو. دابا شوف نقول لك حاجه اخرى بلاتي، ملي غيكبر عاد يفرح ديال الصح ان شاء الله. ملي غتكبر تولي راجل وداك الشيء، هاد الدار اللي غتسكن فيها غتولي كاتب سميتك. ولكن باش تسكن فيها خصك تتزوج. ضروري بغيتي تتزوج؟ لا خصك تتزوج. المهم زايا خوتي نمشي نجيب ماري نطار باش نديرو غدا ناضي ونفرحو ونشطو كاملين. نحتاجو خوتي بالشقه ديال يونس فرحان. ديرو لايف بحال شي ديرو لايف بوم كفاميلي. وانت مالك كي جاتك الدويره؟ انت راه عجبتني انا غير الكوزينه انايا، خليتي الدار كامله ومريح في الكوزينه على قبل الماكله وقيله. طياب مي طياب مي. المهم اخوتي ماما تماك هي اللي كطيب لينا العام سيدي الدجاج البرقوق، حنا ما عارفين شنو غتحط لينا، المهم كنتسناو الماكله القصي زاهيه. اي على النسيب عاوتاني. المهم هذا السيد هو بابا ابتسام وبابا هشام يعني نسيبي. الحاج كي جاتك الدويره؟ الله يعمرها. عجباتك؟ شنو اكثر حاجه عجبتك في الدار؟ كثر هي التلفازه. التلفازه الحاج اخوتي مدمن على المباريات ديال كره القدم وعجباته التلفازه حيت كبيره وحيت فيها الديكوتور. ولكن اجي دابا شكون لعبه مكه؟ الوداد الترجي. وانت ياك انت رجاوي؟ لا لا حيت الوداد لعبه برا. وي وي شو خوتي تا يانيس فرحان ملي كتكون العائله ديما مجموعه وناشطين. داكشي علاش حطينا هنايا في الطبيله وغادي نغنيو ليه وغنشوفوا شي عجبو الحاول ولا لا. صافي يلا سير. كاع اللي طالق سمومو عارفين اقرب كاع معلومو، كاع اللي تخربق تخربق كيشوف هنا ويشوف هنا ما فهم والو، هو باغي ينشط ولكن تخربق. انا كي نشوف ديك اللي كتنشطو يانيس 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 زدقنا ونونو زدقنا ونونو زدقنا ونونو. ها هو يلاه تستوعب دابا. لاباس بخير؟ كتبان لي ناشطه وفرحانه. الحمد لله منين انتم فرحانين انا فرحانه. لا يخطيك علينا الوالده. مبروك ليونس. الله يكبر بك. شوفي عقبال العائله كامله، عقبال الكبيره اللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها لي. نوصلوا ليها ان شاء الله. امين. يلا صلاة وسلام على رسول الله الى الجنة سيدنا محمد الله ما زال. حصلتي ابتسام؟ انا مدودت نصبر. علاش كتغدي قبل منا؟ علاش؟ انا ويانيس. واه حتى يانيس كياكل الطعام. ويييه الصحة. شوفي دستيغا على وجه يانيس. ياك. هاكاك ماشي مشكل كولي. هو غير واحد القضية. بغينا نقول لهم بالله يانيس. نبت سنينات. وغنديروا ليه إن شاء الله إلا عجبها عجبتهم فكرة نديروا ليه حفلة ديال السنان. غنديروا ليه حفلة الله. يلا إلا عجبتكم فكرة وصلوا الفيديو 30,000 لايك ونديروا لهذا البعلوك هذا حفلة ديال أول سنة غيخرج من هذا القيم هذا. غيولي عطنا. عندو واحد سنينات على صغيرة. بردة مبردة هلاي هلاي قولوا لها الممرضة هلاي هلاي. هشام فرحان اخوتي حيت كيشارجي الفريكو بالمويضة.
السلام. حاجه كتحمق لي. الله يستر ودي الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر. المهم راه الثلاجه عاد رديت ليها البال اخوتي لواحد البلان راه ديال البخار، والثلاجه ديال البخار ديما تيكونوا مزيانين. شوف البخار كي خارج يا سلام. اول الخسائر في الدار جاوا من طرف سجاد. تخيلوا معايا الله دخل شنو دار، هرس وحده من هادو. ماشي مشكله جات بغيتي تهزت هادوك هرسهم. شوف مخلوه كيفاش مغرقع. المهم اخوتي انضموا لينا اشكا والزوجه ديالو ولدو ياك حسن. الله يبارك فيك عقبال لكم انتوما. ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يسخر لكم. جد شو راه خاف عرف راسو شنو دار. يعني يا صاحبي شوف هزت هذه هرسها هاك 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 شدها صاحبي ابتسم لي قالت لا لا قدام واش ضروري شوها. ما تضحكوش علينا راه الدار جديده ما فيهاش الكيسان. المهم اخوتي جبنا كلشي ونسينا اهم حاجه اللي هي الكيسان ودابا كنديبانيهم بهادو ديال البلاستيك. ماشي مشكل دابا نديرو ماشي مشكل ياك قابله علينا راني ياك قابله واخا المهم نشربوا المناضه غتشربوا القرعه هي اللي عندها. يا على السيونس اخوتي بنا واحد الهرم خطير نعم سيدي بالكيسان ناضي بصحتك ولكن عندي لك مفاجاه. عطيه هو ماشي انا عطيه صلاح ضرب اخوتي يونس عاود من جديد عاوتاني قد الهرم وفرحان وناشط. يوسف شوف عليك يوسف عاود صلخوا صلخوا بحال قبيل صلخوا عطيه عطيه ضرب 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 ضرب. يا 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 صراحه هاد البلا اللي وجدت لنا ماما تمكه بلا خطير. شوف اخوتي تبارك الله هذاك سكسو بالتفايه والدجاج والالاعيب عاوتاني واللوز وهذا اخوتي البرقوق معمر. عرفتوا اخوتي ما شهيتكمش بالصحه والراحه الله يعطيكم الصحه وداك الشيء كامل واللي كتوحم تسمح لينا حقق في الجنه ان شاء الله ياك ابتسام. المهم اخوتي باش نحط لهم البلا ونتغداو وديما زاهيه كما العاده حان وقت الاكل. فراسكم البلا اللي غتشوفوا دابا بلا هربان حتى راه ما يمكنش كيشهي ديال الصح. يلاه وجدوا لي ريوسكم ها هو جاي السي يوسف حيت ثقيل على ابتسام. هذيك اخالتي الضاويه خصنا نحيدو الماكله. اي اي على عرس نحيد الماكله خصنا نحيدو التيليفون. القضيه ما سهلاش. اش بدير انت بديتي نحيد الماكله وانا والحاج الحاج ما غتفرجش راه هو الماتش الماكله هي الاولى. الصحه والراحه الصحه والراحه. المهم الاصدقاء وصلنا لنهايه الفيديو شاركنا معكم هذه الفرحه اللي فرحنا اخوتي وكنتمنى حتى نتوما تدوزوا حياتكم كامله فرحانين وناشطين. وعاوتاني غادي نقولها الله يعطيكم ما تمنيتوا واللي كيتمنى الخير لراسو والحباب والصحاب والعائلته لاي واحد الله يوصلوا ليه وصافي. هادشي اللي نقول وتهلاو في راسكم ما تنساوش ديروا لايك شاركوا في القناه تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. باي باي.